ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومكملين معاكم نهارك سعيد. ويمكن في بداية الحلقة نويت ان احنا هيكون معانا فاشن ديزاينر مصرية او مصممة ازياء مصرية، بس هي متخصصة في الجاكيتس او البليزرز. انا لابسة بليزرز من كينجز مادر. عايز اقول لكم ان البليزر ساعتها مختلفة وليها شكل كمان مختلف عن اي بليزر كلاسيكي هتشوفه في اي حتة. غير كده كمان عايزين نتعرف عليها اكتر من خلال البراند بتاعها، ومن خلال الماتيريال اللي بتستعملها، ومن خلال كمان ان فكره ليه اختارت ان هي تكون متخصصه في البليزرز بس مش اي حاجه تانية. رحبوا معايا بفريده نجيب. ازيك يا فريده؟ هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ كله كويس. كله كويس. خلينا نبدا معاكي يا فريده. في البدايه اسمك ذا كينجز ماذر، ده اسم البراند بتاعك، معناه ايه الاسم؟ طيب، احنا اول حاجه ان انا لما فكرت في البراند كنت عاوزه الاسم يبقى ليه علاقه بالمنتج وبالبليزر نفسه، مش ان هو ليه علاقه باسمي او اي حاجه. فبصيت على، عملت ريسيرش على التاريخ بتاع البليزر، وعرفت ان اول ناس لبست البليزر كانوا هما اللي بفريق التأديب في انجلترا. وكان في الفريق اللي هو ده كان دايما كان بيكسب، كان من جامعه كامبريدج، كان معروف بالجاكيتات الحمراء بتاعتهم، وهو كان متسمي على ليدي مارغريت بوفورت اللي هي كانت مؤسسه الجامعه. فهم كانوا دايما بيكسبوا، وهو هي في نفس الوقت ليدي مارغريت بوفورت كانت ام ملك، يعني ما كانش ملك انجلترا وقتها، كان كينج هنري الثامن، ملك هنري الثامن. ولما هو بقى ملك انجلترا هي بقت معروفه as the king's mother. اوكي. فكان عاجبني ان هو اول حاجه ان هي ليها علاقه بالتاريخ ان البليزر حلو قوي. بالظبط. وثاني حاجه ان هي يعني بي ريبريزنتس ان واحد ست قويه، وفي الاخر حاجه ام الملك. ايوه بالظبط، فده اللي كان عاجبني في طب الاسم. طب انت ليه اخترتي البليزرز؟ يعني ايه اللي خلاكي تفكري ايه ده، لا انا عايزه اتخصص ان انا اعمل بليزرز؟ اول حاجه ان انا كنت دايما لما بفكر ان انا عاوزه ابتدي براند كنت عاوزه اعمله فوكست على منتج واحد، مخصص بمنتج واحد. وان دي برضو فكره تانية، يعني الناس دايما بتبقى عايزه تعمل كولكشن في حاجات كتيره قوي، انت قررتي ان عايزه يبقى عندك منتج واحد بس تتميزي بيه. بالظبط. فقعدت افكر ايه هو الحاجه اللي اولا حاجه تبقى يعني انا عندي ريليشن شيب معاها، ان انا بلبسها كتير وبشوفها كتير، وان الحاجه ان هي دايما بتبقى موجوده في الموضه، يعني سواء ان انت او يعني واحده ست كبيره صغيره في ليها في الموضه ملهاش، لازم يكون عندها بليزر. بالظبط، دي حاجه اساسيه موجوده في دولاب اي ست. بس في نفس الوقت وحاجه مهمه، يعني حاجه مهمه بالزبط. وفي يعني بالظبط. فكنت عاوزه افوكس على حاجه تبقى دايما موجوده من دلوقتي ل 10 سنين كمان او 20 سنه كمان. ولازم فعلا في كل ووردروب او في كل دولاب لازم يكون في بليزر. بالظبط. اوكي. فبس فده اللي انا فكرت فيه. بس انا قعدت افكر بقى ان انا ازاي هعمل، يعني هقدم البليزر بطريقه مختلفه مش موجود في السوق. فكرتي ازاي بقى وابتديتي ازاي القصه بالنسبه لك، رحله البراند يعني؟ اوكي. فاللي انا اللي قررته ان انا كنت عاوزه ما يبقاش حاجه كلاسيك، عشان الكلاسيك ده موجود في كل حته. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنطور من البليزر في القصات، يعني مثلا بنختار مثلا اللي انت لابساه اللي هو في المعلم. بالظبط، في اللي هو قماشتين مع بعض، ففي قصه في النص، فدي حاجه مش بتتشاف كتير. صحيح. وبنفس الوقت بنلعب بالقماشه، يعني مثلا بنعمل مثلا دونتيل على قماش رجالي زي اللي انت لابساه. بالظبط. او مثلا بنستعمل قماش متطرز، او بنعمل تطريز، فبتبقى اللي هو بندخل حاجات ارتستيك مع براكتيكال في نفس الوقت. اوكي. فده اللي هو بيميز. بالظبط. طيب بس خلينا برضو نشوف، احنا معانا صور جاهزه عشان نعلق على الاشكال بتاعه البليزرز، بس خليني برضو اقول السيجنتشر بليز. بص، ده البليزر ده من اني كولكشن؟ ده الموسم الصيفي اللي هو اللي فات. بالظبط. اوكي. ده كان ده الشغل اللي تحت ده التطريز، هو تطريز على اورجانزا، وده عملناه يعني اللي هو اتس ستراكتشرد من فوق وفي اوبلوتات، بس هو نص كم عشان يبقى برده ماشي مع عملي وصيفي وكده. بالظبط. اوكي. وبتختاري الالوان بقى بيس برده على الصيف، يعني الوان الصيف بيبقى ليها شكل معين او الوان معينه، سوري، في الصيف؟ ده برده الابيض. ده ابيض، ده برده في امبرويدري في النص، تطريز. وبعد كده تطريز في النص، وبعد كده هو معمول على اورجانزا والنص اللي فوقني كراب. اوكي. الالوان يعني بيبقى في دايما في اول لازم تبصي على الترند اللي بتحصل، يعني بتشوفي انت اولا في الموضه احنا بن 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 يعني
بنديزاين سنه قبل الموسم ما بيبقى ينزل. واو. اوكي فلازم تبقى في بقى بتبصي على الران واي شوز وبتشوفي ايه اللي كان ترندز الموجوده من الموسم اللي قبليها فتكرري ان حن يعني هو ده الترند بتاع السنه دي. بالظبط بالظبط. اوكي وفي حاجات بتبقى اساسيه يعني مثلا الابيض والاسود دول اساسيات حتى في الصيف او شتاء. اوكي فده اللي احنا يعني بنشوف بقى ايه الاتجاه اللي هو الترندز ماشيه فين وبنمشي عليها. بالظبط. اوكي إيه طب البليزر ده قبل ما نكمل ده كان من الموسم الشتوي الاولاني اللي احنا عملنا بيه اللونش. حلو قوي ده في شراشيب بقى. بالظبط ده كروبت من ورا. اوكي بعد كده في شراشيب نازله وفي هنا مش باين من الصوره بس في تكنيك بايبنج تكنيك. حلو قوي. طيب الصوره اللي بعديها ده برضه ده بقى قوي. هو السيجنتشر سلوات بتاعتنا بنقول عليها سلوات اللي هي الاصل ده اللي بيميز قوي الكينجز مودرن. بالظبط هي القصات اللي موجوده في الكم وال اللي في الوش. اوكي ودي بنغيرها بقى يعني على كل موسم مثلا نعمل واحد في الصيف عملناه على ابيض من غير الدونتال. في فيرجن تاني منه كراب على كراب وده ممكن يتلبسوا الصبح ويتلبسوا بالليل يا فريده صح. بالظبط. يعني احنا بنحاول نعمل ان احنا البليزر ما يبقاش اللي هو لازم يبقى فورمال على بنطلون راح بيه الشغل يعني. لا ممكن البسه زي ما انت لابسه على جينز. ممكن البسه مع سنيكرز. ممكن البسه لو واحد مثلا سواري شويه البسه على فستان وعلى راح فرح. فاحنا بنحاول ان احنا يعني يبقى في الرينج بتاعنا في كل البليزرز الواحد ممكن يلبسها من الصبح لبالليل ومن كاجوال لفورمال. هايل هايل. انا في صور تانية معانا يا جماعه بعد اذنكم محتاجين نشوفها. طيب انا عايزه اعرف برضو ده بقى موضه الشتاء السنه دي. بالظبط وانا كمان لابسه بتاع موضه الشتاء السنه دي. اوكي طيب نتكلم على ده القطيفه. بالظبط ده وعليه الموضه السنه دي القطيفه يا فريده صح. اوكي الموضه السنه دي القطيفه والدونتال دايما موجود موضه طبعا والقماش الرجالي اللي هو بيبقى كاروهات. كاروهات وان الستات تلبس الجبيده للرجالي. بالظبط جاكيتات الرجالي. جاكيتات الرجالي دي موضه قوي ودلوقتي بقيت اشوف على الران وايز كمان شفت بدل رجالي بدل رجالي. الستات لابساها. بالظبط بس هنا انت ده هنا برده بليزر تاني ده برده من موسم الشتاء. ده قطيفه برده وده في منه فيرجن تاني بالكاروهات الرجالي. اوكي اتكلميني على الكولكشن ده عشان قلت لي ان هو مستوحاه من هذا البليزر نفسه. حلو جدا جدا. طيب انا عايزه اعرف انت قلت لي ان الكولكشن دي مستوحاه من قصه معينه يعني انت استوحيتي الكولكشن دي من حاجه واضح ان الحاجه دي برضو هي ترند عالمي. اوكي انا كل موسم بيبقى ليه قصه معينه بتاعته اللي احنا بناخد منها الانسبريشن او مصدر الالهام بتاعك او اللي بتقرري على اساسه البراند. سوري الكولكشن هتكون عامله ازاي. بالظبط. الموسم الشتوي اللي هو دلوقتي اللي هو هيبقى نازل كمان اسبوع كان على موضوع ان الستات في اول القرن العشرين قبل الحرب العالميه الاولى كانوا بيلبسوا فساتين كانت ضيقه وكورساج ورقبه طويله وكان ما كانش براكتيكال. فاول ما الحرب العالميه الاولى خلصت لا ابتدت الرجاله راحت الحرب والستات اضطرت ان هي بدل ما هي تبقى قاعده هاوس وايف سيده منزل قررت ان هي تنزل تشتغل. بالظبط فاضطرت ان هدومها تتطور وتبقى براكتيكال اكتر فاضطرت ان هي تبقى شكل على رجالي اكتر فهم ابتدوا يلبسوا البليزرز الرجالي. بالظبط كانوا بيلبسوهم مش مع بنطلونات وقتها كان على جوبات بس برضو كانت اللي هي تقدر تروح شغل بيها عشان هي محتاجه تشتغل خلاص ما بقاش في اللي احنا نلبس بقى كورساج ونروح الشغل وكده. فاحنا كنا عاوزين نوري التطور ده فبنوريه في البليزر عشان كده عندنا مثلا اللي هو البليزر القطيفه وبعد كده عندنا اللي هو زي اللي تلبسه فالكونتراست باين مثلا. أيوة اللي هو من الاول اللي هو في دونتال وبعد كده مشي يعني تطور الى البليزر اللي هو بقى فورمال اللي هو بقى رجالي قوي وفورمال قوي. ومثلا عملنا في حاجات ميكس مثلا زي اللي انا لابساه اللي هو دونتال مع كاروهات فعشان نوري الترانزيشن او الشيفت اللي حصل ده. اوكي من هي ست فيمينن قوي لست بقت براكتيكال قوي. بالظبط فانت جامعه ما بين الاثنين. بالظبط كده. حلو جدا. هو في عامه ترند كده معرفش حاسه ان هو برده ماشي دلوقتي فكره الفيمينزم وفكره الانوثه وان الناس تبقى مع الستات قوي وفي حاجات تي شيرتس مكتوب عليها مع الفيمينزم وحاجات زي كده. طيب انا عايز اعرف برده بالنسبه لك انت يا فريده الفابريكس بالنسبه لك والحاجات دي انا عارفه ان انت حاجتك بتصنعيها الاول كنت بتصنعي بره مصر ودلوقتي كولكشن بتصنعي هنا في مصر. هو لا احنا لسه بنصنع بره مصر بس انا بحاول دلوقتي في تجربه الموسم الصيفي اللي جاي ان انا اجرب ان انا اجرب ابتديت اعمل عينات وبجرب ان انا احاول ان انا اعمل جزء من الانتاج بتاعي في محلي
جزء بره بالظبط. اوكي، بس انت عامه بتصنعي بره مصر، والفابريكس برضو بتاعتك بتجيبيها بره مصر. وحتى لما حتى العينات اللي بعملهم هنا برضو القماش بتاعهم مش من يعني حاجات بسيطه قوي اللي بلاقيها هنا، بس معظم الحاجات يعني الدانتلات والحاجات دي ما بلاقيهاش. اوكي، عشان انا برضو بعمل عندي خط انتاج، فهو مش انا بعمل حاجه واحده، فلازم يبقى فيه قماش. يعني ما بقدرش اروح مثلا الوكاله واجيب قماش، فما قصدي لازم اروح عند مكتب يجيب لك بيجيب توب كبير وتقدري من بالظبط. خلاله فهنا لل الكوانتيتيز اللي انا بعملها، اصل مصر هي عندها كوانتيتيز اللي هو كتيره قوي او قليله قوي، ما فيش الوسط، ما فيش اللي هو في النص، اللي هو احنا محتاجه مصنع صغير. اوكي، ما قصدي، فهو ده اللي انا عشان كده بضطر اجيب القماش من بره، وبعد حتى لو هبتدي اصنع هنا هو هيبقى هو ده يعني هو ده بالنسبه لك عشان تقدري تجيبي الحاجات اللي انت عايزاها. طيب انا كمان لو في صور تانية يا جماعه معانا تكون موجوده يكون هايل. طيب احنا اتكلمنا على شكل الجاكيت السنه دي او في الشتاء ده يعني، واتكلمنا على الموضه بتاعته ازاي. انت عامه فكره الجاكيت طويل ولا قصير ده بتحدديه في الكولكشن بتاعك، ولا حسب جسم كل واحد على اساسه بيختار هيلبس انهي جاكيت، ولا الجاكيت بتاعتك ستاندردز؟ لا، هو بس انا بحاول ان انا يبقى فيه رينج، يعني مثلا الكروب ده عشان مثلا واحده قليله او واحده قصيره، الطويل عليها هيبقى طويل زياده بالظبط، بس الموضه اللي هو الطويل شويه. فانا بحاول يبقى عندي اللي هو الرينج اللي هو القصير، وبعد كده الستاندرد اللي هو هيمشي على حد يعني افريج، وبعد كده الطويل عشان اللي هم ده هو الموضه، وان الناس الطويله بتبقى القصير ده عليه مش هيليق عليهم قوي. صح، بس هو الموضه هو ان هو يبقى طويل طويل طويل، هو ده الموضه دلوقتي. اوكي، بس هو فعلا فكره ان كل واحده تختار البليزر اللي لايق عليها ده مهم جدا بالنسبه لشكلها وشكل جسمها بالظبط، على اساسه تختاري البليزر اللي ينفع لبسها كمان. اوكي، ودلوقتي فكره انه الست ممكن تروح بالبليزرز بتاعتك تقدر تروح بيها الشغل وتقدر تبقى براكتيكال بالنسبه لها، لانك خرجتيني من قصه انه البليزر كلاسيك وبورينج. ايوه بالظبط، ما فيهوش حاجات بتحصل ولا لازم يبقى اسود او بيج، لا هو يعني اللي انت لابساه ده ممكن الواحد يروح بيه شغل عادي بالزبط. واللي انا لابساه ممكن حد يروح بيه مثلا خروجه بالليل او خروجه بالليل وشغل او حاجه فورمال مثلا كونفرنس او حاجه كده. ايوه، فده اللي انا بحاول اعمله، يعني ان هو الناس تبقى تقدر تلبس البليزرز ده مش بس حاجه تبقى بيسك وكلاسيك وما فيهاش اي فكره خالص. طيب دلوقتي كمان عايز اعرف فكره التطريز وفكره انا فاكره ان في واحد من الكولكشن وانت بتوريني الصور بتكلميني ان كان في حاجات مستوحاه من التغير المناخي او جلوبال وورمنج او بالظبط، فانت واضح كمان انك مهتمه جدا لان ديزاينرز مهتمين قوي باللي بيحصل حواليهم يعني. بالظبط، فانت فكره الكولكشن دي جات لك وعملتيها ازاي على البليزرز؟ قلت لي كان في جرافيك ديزاينر وانت قررتي ده اللي هو الموسم اللي هو الصيفي اللي جاي كمان سنه. ده كنا لسه بنعرضه في فرنسا في معرض. وده احنا كان الانسبريشن بتاعه جه من ان هو جلوبال وورمنج، ان احنا بنحاول نشوف دلوقتي اللي بيحصل في العالم عامه، التغير المناخي والقصه الكبيره دي بالظبط. وجلوبال وورمنج ده افكت من حاجات احنا كبني ادمين عملناها على الكوكب اللي احنا عايشين بالزبط. عليه بالظبط، فدي بتأفكت طبعا الحيوانات وبتأفكت الايكو سيستم بتاعنا والسايكل نفسها كمان كلها، ما بقتش ناتشرال يعني، بقت فيها يعني حاجات اضطرت ان هي تلعب في الحاجات الطبيعه بتاعتنا بالظبط. فاللي احنا عملناه ان احنا اولا ده عملناه يعني حاولنا نوصله في الكولكشن في طريق الالوان والاقمشه، وفي نفس الوقت عملنا ديجيتال برينتنج اللي هو الارت ورك بتاعنا اللي احنا عملنا ديفلوبمنت ليه، هو كان عن خلال اللي هو الارت ورك او السكتشز اللي انا بعملها بالزبط. او الحاجات اللي هي الصور اللي بتوري ايه الافكت بتاعت البولوشن وان مثلا الدراوت اللي بتحصل في الارض لما بيبقاش فيه ميه كتيره، وبعد كده ان مثلا في الصحر والحاجات دي كلها بالظبط. فاحنا عملنا ديفلوبمنت من الصور دي من السكتشز بتاعتك والصور بتاعتك بالظبط، وعملنا اور اون جرافيك ورك اللي احنا حطيناه بعد كده طبعناه على قماش. ده عملناه كله اكشلي في مصر، وطبعناه على قماش وفصلنا منه الجاكيتات. طب حلو قوي. انا دلوقتي عرضت في معرض في فرنسا. ايه المعرض اللي شاركتي فيه؟ المعارض المهمه اللي انت شاركتي فيها فريده؟ ازاي انا ما اعرفش الكلام ده؟ اوكي، طب ايه لا ايه المعارض اللي اشتركتي فيها بره مصر وعرضتي فيها يعني؟ طيب انا بيسكلي وقت اسبوع الموضه في كل موسم دايما بيبقى في حاجات كتيره بتحصل طبعا في نيويورك ميلان باريس ولندن طبعا،
فانا الموسم اللي هو بتاع الصيف اللي جاي عرضته في معرض اسمه هوز نكست في فرنسا، وده بيبقى حاجه اسمها تريد شو. التريد شو ده مختلف عن السكادجولد فاشن شوز اللي بتحصل. ده بيبقى بيبقى سيت اب ان هو للاندستري بايرز اللي هم الناس اللي بتوع اللي هم بيشتروا من للمحلات عشان لازم يشتروا يعملوا اوردرز قبليها يعني بسنه عشان تدخل في خط الانتاج. بتعملي بقى عشان تعرفي بقى تحضري ان القماش اللي هتشتريه هيبقى كم اوردر. هو سيستم فظيع. يعني هي صناعه بجد يعني. بالظبط. بس ده مختلف يعني. طبعا في ناس بتعمل اللي هو مثلا اوت كوتور او فساتين بتبقى حاجه مختلفه، بتبقى يعني السيستم مختلف، بس الريدي تو وير بيبقى هو ده. بس في سيستم برضه. فده اللي عملناه للموسم ده. والموسم الشتوي اللي احنا لابسينه ده عرضته في نيويورك في معرض اسمه كوتري. اوكي. نفس الكونسبت بس في نيويورك. طب والناس بتستقبل الديزاينز بتاعتك ازاي بره؟ يعني بتعجبهم؟ شايفين ان هم لا بتعبر عن يعني لا كل الحمد لله كل حد بيعجبه الحاجه. فعلا يعني بيعجبهم الحاجه ودايما يعني بيبقوا متقبلين او بيعجبهم ان هو الحاجه مختلفه بالزبط. ان هي بتبقى فوكس ومختلفه ان هم ما شافوهاش جديد. هو ده الحاجات اللي بيبقى فيها ديزاين اكتر هو دايما اللي يعني بتلفت النظر، فهو ده اللي بيعجبهم فيه. طيب هيل برضو عايز اعرف الحاجات اللي انت بتقرري ان الجاكيت ده هيكون عليه تطريز او الجاكيت ده هيكون عليه، ده بيس على السكتشز اللي انت بتشتغلي عليها صح؟ اوكي. طيب وفي حاجه تانية برضو على فكره الجاكيتس نفسها، فكره ان انا ازاي زي ما اتكلمنا فكره ان انا اقدر البس الجاكيت على فستان سواري. ناس كتير مش فاهمه الكونسبت ده، بس هو فعلا دلوقتي ممكن تلبسي البليزر على فستان قصير او على فستان طويل، الستايلنج نفسه بيكون مختلف. طيب انا عايزه اتكلم على حاجه مهمه كمان وهي الفوتو شوتس. الفوتو شوت لما بتيجي تختاري لكل كولكشن، انت لحد دلوقتي عملتي اربع كولكشنز، فعلى كل كولكشن ازاي اهميه الفوتو شوت دلوقتي بقت مهمه قوي للديزاينر عامه؟ لا طبعا هي مهمه، هي بقت من اهم الحاجات عشان مع السوشيال ميديا اللي بحصل والويب سايت والايمجري بقى كل حاجه ايمجري بيست. فهو الفوتو شوت ده هو يعني وشك للعالم بالزبط. فهو لازم الايمجري بتاعتك تبقى كويسه قوي عشان من خلال الايمجري ده الناس هتبقى عاوزه يعني تتقبل او ما تتقبلش، عشان في الاخر هما البليزر لازم يبقى شكله او المنتج يعني سواء هو كان فستان او جاكيت او اي حاجه لازم يبقى شكله حلو في الصوره صح. عشان هو ده اللي هو الناس هتشوفه الاول قبل ما تشوفها عليها. عشان دلوقتي بقى كل حد عنده اكسس، يعني ممكن حد في امريكا يبقى بيبص على الويب سايت مش هيبقى شايفها. شفت كمان عندك على الاوفيشال انستغرام بيج برضو في ناس من لندن لابسه البليزرز بتاعتك وفي بلوجرز لابسينها بالظبط. فده بقى من السليبرتيز لابسينهم كمان يعني من المشاهير بالظبط. فده بقى طبعا يعني الفوتو شوتس اللي بيتحط على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا بلاتفورم ده بيوري كل حد يعني المنتج نفسه ايه بالظبط. مش لازم يبقى حد من الماركت اللي انا فيها، ممكن تبقى ماركتس في كل حته. اوكي. طيب فريده انا بشكرك جدا 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 وميرسي قوي انك جيتي وميرسي قوي على الشغل الحلو ده قوي كمان. بتمنى لك دايما التوفيق وبتمنى لك ان كينجز ماذر يبقى براند كبير قوي قوي قوي. ميرسي شكرا. وفعلا حاجتك حلوه والماتيريال كمان بتاعتها حلوه قوي والفكره مختلفه، فبشكرك و thank you so much انك جيتي. thank you. شوفت الموضوع عدى بسرعه جدا الحمد لله. and you were great. الحمد لله كلمت عربي يمكن احسن مني. طيب فريده نجيب فاشن ديزاينر ومصممه ازياء و كينجز ماذرز، بشكرك جدا جدا. thank you so much. شكرا. thank you. فاصل سريع وخليكم معانا، بس هقول لكم بس ان في كاميرا نهارك سعيد تبعت فعاليات المؤتمر الصحفي للمهرجان الدولي للتراث والفولكلور واللي هيقام بمحافظة الغردقة بداية من يوم 6 أكتوبر وهيشارك فيه 15 دولة أجنبية. تعالوا بينا نشوف التقرير ورجعوا لي عشان معانا آخر فقرة.